تحت رعاية معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة وبحضور معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، انطلقت فعاليات مؤتمر الرؤية نحو الحقيقة للعام الرابع على التوالي بتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وبالشراكة مع أكاديمية مصرف الشارقة الإسلامي. ويعقد المؤتمر تحت شعار شبابنا على خريطة النجاح، والذي يستضيف نخبة من رواد الأعمال وكبار المتحدثين إلى جانب مشاركة جيل الشباب في جلسات المنتدى. أنا باعتقادي أن مثل هذه الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تحث الشباب على صناعة النجاح مهمة جدا. نحن نعلم تماما أن الطالب حصل له مثلا مرشد أو موجه في الجامعة يرشده في الجامعة كيف يتصرف في جامعة الحياة الواسعة. هي يحتاج إيش أيضا الشاب المتخرج أن يوجه توجيه الحسن، لأن مشوار الحياة طويل ويحتاج أن يعلم جيدا الشاب. وأبناء الإمارات عندهم الحمد لله رب العالمين قابلية للقيادة، ثبت هذا أن السنوات العشر الماضية كل اللي صنعوه شبابنا أكد أن شبابنا عندهم تميز في القيادة، وأن هذا كان موروثا من القادة الكبار لهؤلاء الأبناء، واستطاعوا فعلا أن يخلقوا مدن وإدارات ومنظومة أعمال إدارية ناجحة. المنتدى يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب الإماراتي في قطاعات الأعمال المختلفة ومناقشة سبل تأهيل قدرات الكفاءات الوطنية الشابة وصقل مهاراتهم القيادية وفق أفضل الممارسات المعمول بها لإعداد قادة المستقبل. بغض النظر عن إذا شو الأشياء، ما في شيء محدد نتكلم عنه، لكن اليوم احنا نتكلم عن موضوع البشر، والبشر اليوم احنا اكبر ثروه موجوده عندنا، والحاجه اللي خلينا نقول بتعزز عمليه التنميه عندنا اللي هم الشباب. اليوم يمكن احنا في هذا المؤتمر اللي ننظمه بالتعاون مع مصرف الشرق الاسلامي، يمكن ينظم الان للمره الرابعه، الثيم كان عندنا او المحور اللي كنا نتكلم عنه موضوع الشباب على خارطه الطريق. اعتقد ان من المهم جدا ان احنا نستثمر في هذه المجموعه من خلينا نقول او هاي الفئه من الناس، هم اللي المفروض يكونون هم اللي بيغذون اقتصادنا في المرحله القادمه. ثروه المجتمعات اليوم تقاس بمدى تطور البشر فيها، وانا اعتقد انه مهم جدا بالنسبه لنا ان نستثمر في الشباب في اللي هم بيكونون عماد خلينا نقول التنميه الاقتصاديه في دوله الامارات بشكل عام وفي اماره دبي بشكل خاص. وانا اعتقد اهميه هذا النوع من المؤتمرات تاتي في مساله زياده الوعي واعطاء الفرصه والتمكين لشبابنا انهم يكونون هم في المرحله القادمه ومن يقودون عمليه التغيير في امارتنا وفي دولتنا الحبيبه. ما يخفى على احد ان دوله الامارات عازمة من يوم أول تأسيسها على الاستثمار في طاقات الشباب وفي بناء الإنسان، ونحن اليوم متسمعين كمؤسستين في قطاعين العام والخاص متمثلة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وأيضا أكاديمية مصرف الشارقة الإسلامي، مجتمعين أن نحن نمشي بنفس النهج ونكمل المسيرة في الاهتمام بالشباب من خلال هذا المؤتمر، واللي هو طبعا يعتبر من سلسلة مؤتمرات الرؤية نحو الحقيقة، اللي هو طبعا بدأ من 4 سنوات، واليوم إن شاء الله بنتكلم في المحاور بتغطي نسرد قصص النجاح، نسرد حتى بعض قصص الفشل، لكن نتعلم منها. وصراحة في هذه المرة ما لقينا شيء يلهمنا أكثر من نموذج قائد القرن 21 اللي طبعا أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اللي طبعا ألهمنا بهذا النموذج اللي يغطي ويؤكد دائما دور الشباب ويغطي نواحي مهمة في حياة الشاب، اللي طبعا من خلال تأهيله بإمكانات تساعده أنه يجاري التغيرات الموجودة المتسارعة في العالم حتى يضمن استمرارية وضمان تواجد دولة الإمارات في الركب العالمي.
وتسعى إمارة دبي من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات إلى تفعيل دور الشباب باعتبارهم جنود المستقبل الذين سيأخذون بزمام الأمور نحو النمو المستدام وتطور البلاد وازدهارها، وتركز على الاستراتيجية وتحفيز روح الابتكار لدى الشباب، وتسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التميز والريادة في الدولة.